يا مرحبا، اليوم راح نتكلم عن طريقة جلب إحالات سواء مجانية أو مدفوعة، فضروري تتابع معي خطوة بخطوة. طبعا قبل ما نبدأ لازم تفهم معنى الإحالة، هل الإحالات البوتات فقط للتسجيل أم لازم يكون الإحالة بتسوي حركات، يعني مثلا كل يوم تدخل أو شيء مهام كده، يعني لازم تفرق ما بين الإحالة والإحالة، فتابع معايا يلا بينا. قبل البدء لستم دعوا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على قنوات التليجرام التحديثات. طبعا انواع الاحالات عديده جدا، عندك الاحالات اللي لازم يكون اكتيف، يعني الناس اللي راح تحيلهم يكونوا اكتيف يومين يدخلون، والاحاله اللي فقط تسجيل. الاحاله اللي فقط تسجيل بامكانك تشتريها شراء، اما الاحالات اللي لازم يعني تستهدف ناس تحب مجال الايردروبات والكريبتو. تمام، بهذا الفيديو راح نشوف كيف ممكن تستهدف الناس سواء مدفوع او مجاني، كذلك فقط الشراء. أول طريقة وهي الانجيجمنت مع التويتر. طبعا التويتر ضروري تسوي حساب جديد، لأنه كل شوية بوست 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 راح ممكن يخرب لك حسابك الأصلي، فأنت سوي حساب جديد وسوي عليه بوست، وبعدها راح تروح لي على الكوميونيتي. أوكي كوميونيتي، تمام، راح تحصل هنا يعني في خانة البحث، تبحث في خانة البحث راح نبحث على كلمة airdrop أو meme coin أو crypto whatever، فخلوني أنا نشوف هذا. أوكي crypto airdrop، وراح تروح لي على last، ركز معي، ننزل تحت راح تحصلني أنا ناشرة قبل ساعة هنا. أوكي وجبنا 17 view، يعني هذه من الطرق اللي ممكن تجيب لك إحالات، ولكن لازمك تختار كوميونيتي كبيرة شوي، هذه فيها فقط 18,000. كذلك للناس المبتدئة يعني حاسب أنك يعني فقط تشوف مثلا شخص نشر، تروح داخل بحسابك، لازمك بحث كبير يعني وverify project، لأنه ممكن تتهكر في أي لحظة، فأنت ما تسوي interact معهم في يعني community، يعني في ناس يعني نيتهم مش صافية، بإمكانهم يحطون أي رابط سكام ورحنا فيها. فانت اهم شيء تنشر هنا، تمام، اهم شيء انت تنشر هنا. خلونا نشوف يعني كوميونيتي اخرى، مثلا خلونا نشوف هذا ايردروب فاوندر، تمام، ونروح نسويله اول شيء جوين. اوكي اي اجري، وننتظر لحظات. اوكي جويند، وبعدها كيف راح انشر هنا؟ راح اروح على بوست، ننتظر لحظات، وراح يبين معك بهذا الشكل. عندنا لما تشوف هنا airdrop founder، يعني انت في المجموعة راح تنشر فيها. انا حطيت نفس يعني منشور بوست خلاص، واجلس يعني كل نص ساعة كده روح على جروب وانشر فيها الرابط الخاص بك. هذه طريقة مجانية، ولكن حاسب من الناس اللي قاعدة تنشر يعني ما تربط محفظتك او تدخل بشيء. إذا رحنا على lasted هنا راح تحصلني أنا آخر واحدة سوينا نشر قبل 29 ثانية، هذه هي، تمام، خلاص يعني الناس اللي مهتمة بال يعني الجروب هذا تدخل، إذا اقتنعت راح تدخل من رابط إحالتك وكذا جبت إحالة. طيب ندخل المدفوع، عندنا التليجرام آدز، يعني هذا التارجت لأصحاب قنوات بيكون عندهم آد تحت في الشانل الخاص بهم. انت راح تشوف المشروع المناسب اللي ناوي تدخل له، طبعا المشروع يكون فيه اكتيف، اما اصحاب البوتات فقط يتسجل لك وخلاص وتنحسب معك الإحالة، فيفضل على المواقع الروسية بالروبل. اما التارجت فتستهدف اصحاب الايردروبات، الناس اللي تشتغل ايردروبات، تمام، راح تسوي كرييت نيو اد هنا، وراح تيجي شو راح تسوي؟ اول شيء راح تعبي يعني البادج، لازم 1 طن 0.5 على حسب، تمام. هنا اول شيء بيقولك CPM in ton، يعني cost per impression، تمام، price per 1000 impression، يعني على كل 1000 مشاهدة راح تدفع 1 طن مشاهدة مش ضغطة، ركز معي. ولكن من 1000 ممكن تجيب لك 100 200 إحالة، والسر وين؟ السر أنه في التيتل وفي التكست حق
ات خلاص كيو ار ان معروف. طبعا التيتل ضروري يكون جذاب شذاب يعني مثير. مثلا لهنا دايما نحبو الفا كذا، ايرلي يوزر كذا، فاهمين؟ دايما. وهنا كذلك التارجت بامكانك تروح على قنوات كبيره، ولكن تاكد انها مفعله الادز، تمام؟ وتحط هنا قناته، مثلا هذه القناه، وتحط القنوات الاخرى اللي تريد تسوي لها تارجت، وخلاص يعني هما في راح يسووا لك اد تحت من القناه هذه. وضروري الاد التيتل بيكون جذاب كتير، قنوات هنديه صينيه اي شيء، اوكي؟ وتحط هنا المبلغ، طبعا هنا يقول لك بواحد طن يعني هو اللي 1000 مشاهدة. هنا ديلي بادجت الخاص بك، انك كم تريد يسوي لك سبند المبلغ، مثلا 0.20. وهنا يقول لك ستارتد ب 0.30 طن، تمام؟ اوكي، وراح تسوي كرييت اد. اوكي، ان شاء الله بالفيديو القادم ان شاء الله راح اسوي لكم فيسبوك اد، اوكي؟ لانه فيسبوك اد كذلك عليه تفاعل كبير. الجروبات للاسف قليل جدا اللي تحصل، مثل تويتر جروبات اللي تسمح بنشر الروابط، تمام؟ فبنشوف في فيسبوك اد احسن. فكذلك عندنا البوتات، حاليا عندنا افيزو مشابه مثل السوق بابليك اللي كنت شرحته زمان زمان، جرحت على قناتي كريبتو اليرت في خانة البحث راح تحصل السوق بابليك، تمام؟ وعندك 3 فيديوهات على الإحالات بالضبط سويتهم، بإمكانك تبحث هنا وتشوفهم، راح تفهم إيش معنى يعني سوق بابليك، وكيف ممكن تدخل في يعني الدفع بالروبل، تمام؟ عندنا أفيزو، تمام، شبيه لهم. أول شيء تغير تتسجل وتغير لانجويج إلى إنجليش. هنا أولا لازم تيجي هنا أدفانس أكاونت، تضغط عليها، وبعدها راح تعبي مبلغ من الروبل، مينيموم هو 10 روبل. بإمكانك تسوي على فاير، أوكي، راح يحولك بهذا الشكل، راح تسوي باي، أوكي. أنت راح تكمل الخطوات، طبعا اللي شايف كيف تعبئة الروبل فهو لازم يكون عندك روبل على باير، تمام؟ وبعدها راح تروح لي على بليس ادفانس، اوكي، نحط اعلان. طيب انا راح اسوي على هذا المشروع، اوكي، اخر واحد كان بالتاريخ هذا. شو كاتبة انا هنا؟ get point according your past activity in telegram register only manual verification. وهنا description، اوكي، حطيت لهم بوت كل شيء. وهنا شو قلت له؟ اعطيني اليوزر نيم تليجرام الخاص بك، وهنا نحط البوت الخاص بنا، وهنا كم راح ندفع على كل تسجيله، راح نعطي احنا 2 روبل، تمام، عشان تسجلون. ننزل تحت، راح ندفع 2.5 للموقع، و2 للشخص هذا اللي راح يسجلنا كرييت. راح نجي على توب اب هنا، ويقولك مينيموم، احنا راح نحطها كلها 100 اللي معي روبل، تمام. راح نعطيك كونفيرم اكشن، خلاص ورك، خلاص. لما يعطيني اليوزر نيم اروح للبوت، اشوف البوت اليوزر نيم خاص به ده تسجل كم اعطاني عليه ريورد. ما اعطاك شي لا تدفع له، كله ما اعطاني شي عليك لا تدفع، فهمتوا كيف؟ طبعا في قضية مهمة، ان مثلا لا تروح لي على مثلا افيسو، لا تروح لي على تليجرام اد او تويتر، انت كل بوست بتحطه تشوف الانسب اللي راح يجيب لك احالات اكثر. هنا لما تشوف الحاجه اللي راح تجيب لك احالات اكثر هنا نمسك فيها، فهمتوا؟ يعني ما تروح لي مثلا حاط لي الان هنا هذا البوت وتروح لي على تويتر ناشره وتروح لي على اد ناشره، لا. لما تخلص يعني حق الاد تليجرام بيخلص كل شيء، شوف كم جاب لك من تفاعل، كم جاب لك من دخول، وبعدين نروح على الموقع هذا ونشوف نحلل الحاجه اللي راح تجيب لك فيها كويس هو اللي راح ندخل لها، تمام؟ يعني هاي 3 طرق، فيهم واحده مجانيه، 2 مدفوعين. في الطريقه الاخيره اللي هي كوانبيو، كذلك الادفانس لازم تشتري النقاط، تمام، اوكي. هادو الناس اللي يدخلوا في كوانبيو همهم فقط يعني يشوفوا الإعلانات، يعني ممكن حد يتسجل وممكن لا، لأنه فقط همهم النقاط اللي موجودة.
يعني مش همهم الأرضهم، ولكن احنا زمان كنا نشتغل مثل هاي الأشياء. كان أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي، كان يجرني أبحث على الموقع، يعني لما أشوف أدس وأدخل عشان أخذ نقاط أروح أبقشش في الموقع، ممكن أتسجل ممكن لا، على حسب الموقع هل أقنعني ولا لا، فاهمين؟ فبإمكانكم تحصلوا. المهم عندنا الآن 4 مواقع بإمكانك تشتغل عليها، بلاس عندنا 3 فيديوهات هذه شوفهم جيدا. أوكي وخلاص، وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم. أشوفكم على خير، مع السلامة.